السلام عليكم ورحمة الله. النائبة في التربية النيابية الست نجوى حميد في تصريح حصري تؤكد بأنه بعد مطالبة في إيصال صوتهم، قدمت لجنة التربية النيابية مقترح للسيد معالي الوزير لإعطاء فرصة للطلبة، ووافق على ذلك مشكورا بجعل الدور الثاني لجميع المواد بدلا من 3 دروس، وندعو الطلبة تقديم أفضل ما لديهم واستغلال هذه الفرصة في الدور الثاني. طبعا النائبة في التربية النيابية الست نجوى طالبت من وزير التربية، طالبت بأن يكون الدور الثاني لجميع المواد للصف السادس الابتدائي والثالث متوسط، ووزارة التربية وافقت على طلبها. إن شاء الله نرجو من قناتنا المتواضعة للنائبة في التربية النيابية الست نجوى حميد بأنه تنظر إلى طلاب الخارجيين وتنطيهم 10 درجات يعني 10 درجات حتى توصلهم إلى درجة يعني توصلهم للامتحان الدور الثاني. فمثل ما تعرفون الطلبة الخارجيين مظلومين، ويعني وضغوطات، والدروس كلها يعني امتحنوا بيها، والدرس الواحد من الجلاد للجلاد، وكل مادة عليها يعني كل مادة كتاب ينجزء أول وجزء ثاني. فننطي دائما الخارجين مظلومين، الوزارة أبد ما تعطيهم لا درجات مساعدة لا دخول شامل، فيريدون من هذه الست نجوى حميد النائبة في التربية النيابية يريدون طلب إلى وزارة التربية حتى تنطي للطلبة الخارجيين 10 درجات وتوصلهم إلى امتحانات الدور الثاني.